معايا على التليفون كابتن نادي الزمالك السابق، كابتن حازم امام الصغير، وهو واحد من الاسماء الحقيقه اللي تالقت بقميص نادي الزمالك، واكيد مهم ان احنا نعرف رايه ووجهه نظره. يا كابتن حازم اهلا وسهلا بك، تحياتي، مساء الفل. كابتن ريم، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ طمني عليك. الحمد لله، والله ربنا يخليك يا رب. ربنا تمام يبارك في الحمد عمرك، لله، امورك طيبه كلها افضل حال الحمد لله رب العالمين، يا نحمد رب ربنا الحمد لله يا رب دايما. الحمد لله. مباشرة، رأيك إيه في قرار مجلس إدارة نادي الزمالك وأنت لم تكن ببعيد عن الفرقة الحالية، بأنه ثلاثي الفريق يتم عرضهم للبيع؟ انا شايف ان هو قرار موفق جدا. احنا كنا ما يعني انا اللعيبه دي كانت زمايلي من فتره قريبه جدا زي ما حضرتك قلت، بس نادي الزمالك فوق الجميع. يعني انا عندي نادي الزمالك اهم من اي حد. أنت بتتوفر عندك معلومات أكيد في الجزئيات دي. طبعا يعني انا عشان انا كنت قعدت فتره كبيره مع اللعيبه اللي كانت موجوده حاليا، عكس يعني في لعيبه ما حضرتهاش اللي هم الصفقات الجديده، بس انا الموضوع زعلني جدا وكان لازم قرار رادع، يعني في ظل النتائج اللي النادي الزمالك بيمر بيها. وانا كنت متوقع كده من بدايه السنه، كنت في احدى البرامج وانا كنت متوقع اللي هيحصل في بدايه السنه بسبب التسيب اللي موجود في الفرقه. يعني أسبابه إيه من وجهة نظرك يا كابتن حازم؟ انا شايف ان هذول اللعيب مش متحمل مسؤوليه. يعني انا متحملين شايف مش كل مسؤولية. اللعيبه طبعا، يعني في لعيبه كبار موجودين في الفرقه ودول الله يكون في عونهم وعارفين قيمه نادي الزمالك ومن اساطير نادي الزمالك زي شيكا وعبشافي وزيزو واوباما، بس انا شايف ان معظم المجموعه اللي متواجده مش حاسين بقيمه التيشيرت. يعني مش حاسين فكان بقيمة هيبقى ده التيشيرت. الطبيعي، دي النتائج الطبيعيه. يعني طيب، دايما في الكوره، وانت عارف كويس قوي، النادي ما بيقررش انه يعلن عن عقوبه بالشكل ده الا اذا كانت هي متكرره. بالظبط، هل اللي حصل، هل اللي حصل دلوقتي ده حصل قبل كده؟ مش عايز اقول انه حصل قبل كده او ما حصلش، بس عايز يعني يعني قدر ان احنا في وقت صعب جدا، وان اي لعيب يفكر في اي حاجه خارج الملعب، وخاصه لما تبقى حاجه زي ما تم الاعلان عنها ان حاجه يعني ما يصحش انها تحصل. فانا شايف ان القرارات دي قرارات صائبه، ممكن تكون حصلت قبل كده. لو حصل بيتاخد فيها قرار رادع، ممكن اللعيبه من ذات نفسها بتبعد اللعيب ده بره الفرقه، ما تبقاش عايزاه في الفرقه. فده كان لازم يحصل من بدري، وكان يعني انا كنت بتمنى ان ده كان يبقى في بدايه السنه، ان كنت لو حقيقي تتمنى غلطه. انه يبقى ارساء المبادئ ديت من بداية الموسم. طبعا طبعا، لما بيبقى في كده اللعيبه في الملعب بتبقى عارفه ان هي في مكان كبير وفي مكان ليه قيمته، ولازم اللعيبه كلها تبقى عارفه قيمه نادي الزمالك، نادي كبير جدا في مصر وفي اقول لك افريقيا. اللي انت مش عايز تقوله واللي انا عارفه، ايوه، اللعيبة اتجرأت على النادي. ودي مصيبه يعني، ودي مصيبه كبيره ان حد يفتكر ان هو اكبر من نادي الزمالك. ما كانش كده الدنيا، ما كانتش كده يا كابتن حازم. ها يعني لو كان في لعيب او اتنين غلطوا قبل كده، ما كانت بتبقى حاجات مدرية وبتطلع لهم، يعني احنا نفسنا بقى مش عايزينهم معانا في الفرقه. انتوا انما اللي المره بترفضوهم. بالظبط، المره دي يعني مش عايز اقول كلمه صعبه، بس يعني المره دي حاسس فيها ان الناس بجاحة شوية يعني، بالظبط. انا ده اللي انا كنت عايز ما انت اقوله. عارف، ما انا انا بفهم يعني، بفهم اه فهمه يا بالظبط ترى، كده، فيها بجاحة شوية. طيب، بالظبط. فكرة إقالة أوسوريو بتشوفها ازاي الأول؟ بس قبل ما أروح لأوسوريو برضه، حاسب أنا بسأل سؤال برضه، هو يعني زي ما سألته الكابتن أحمد عبد الحليم والكابتن محمد صلاح، لو الموضوع فيه رجعة ترحب بيها ولا لأ من وجهة نظرك؟ رجعة لو بمعنى إنه يترفع العقوبة أو يترفع مسألة العرض للبيع ويتم الإبقاء فقط على مسألة العقوبة المالية إن كانت موجودة. انا مسؤول وقرار من عندنا، انا هرفض، ترفض. ارفض. ما فيهاش رجعة. انا ابني، يعني انا لو انا مسؤول بقرار، انا ابني فرقه للسنه القادمه. يعني للسنة اللي جاية. طيب، اسألك ده اهم حاجة، خد بالك جمهور نادي الزمالك حط عينه على القصة دي، كده كده القيد موقوف، وكده كده الموضوع مش العملية خلاص، مش فارق بقى معايا، بالظبط أأسس يا كابتن، الفرقة من أول وجديد وأنظم الدنيا أحسن لي. بالظبط يا كابتن، إقالة أوسوريو شايفها ازاي من وجهة نظرك؟ موفقه جدا. وانا كنت اتمنى ان القرار ده كان يبقى من بدري برضه، برضو لان انا المدرب الكويس دايما بيبقى عارف القماشه اللي معاه، ايوه. دايما هو عايز يعمل حاجه غير تقليديه في الملعب في ظل امكانيات انت دايما بتشتكي منها.
هو نفسه عايز لعيبه بتلعب في مراكز معينه ولعيبه بتلعب بجناح الشمال عشان يعرف يبني على خطته. لعيبه مش موجوده اللي انت طالبها، صحيح. فمصمم ان انت تلعب بطريقه ما نجحتش خاصه في الماتشات الكبيره. يعني دايما في الماتشات الكبيره بتبقى بطريقه صعبه جدا. صحيح. فانا كنت بتمنى من بدري ان القرار ده يتاخد. يعني عايز تقول ايه لجمهور نادي الزمالك يا كابتن حازم في الاوقات الصعبه دي؟ دي اوقات صعبه، خد بالك. دايما هم السند والظهر لنادي الزمالك، يعني دايما هم سند والظهر لينا، ودايما ما بيخذلوناش، وهم اللي مرينا بالظروف دي قبل كده، وهم اللي وقفونا على رجلينا تاني. صحيح. كابتن حازم انا بشكرك شكرا جزيلا، بشكرك شكرا انا اللي جزيلا. بشكرك، انا اللي بشكرك كابتن خالص ابراهيم، ربنا تمنياتي يخليك. ليك بالتوفيق، نجم نادي الزمالك كابتن حازم امام، كابتن كمان الفريق السابق.